والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الله غالب، الله غالب. فيما بنادم يشوف أحوال الجزائر ولا أحوال الشعب، باقي نرد على الإشاعات، والله ما راني عارف ياك أنا مول شي. إذا الموضوع واش تا هو؟ شكرا اولا لكل الصحفيين والقنوات اللي ما دارت حتى حاجه حتى هضرت معايا، وشكرا على ولاد الرجال اللي صح يثقوا في النايب سليمان السعداوي، وسحقا وتبا للافاكين اذا ما خلصتوش هنا تخلصوا لهي. قال لك واحد الموقع يقول له موقع الجزائريه للاخبار، الله أعلم، وعندنا واحد منا من النعامة يكتب فيه يقول له مرابط. قال لك يا سيدي سعداوي سليمان بغى وزير العدل، يا سيدي ولا هو تسمى يخدم في بلاصة العدالة، والعدالة ما تخبرش البرلمان وما تخبرش المعني باللي باغي نرفعوا عليك الحصانة، رانا حالين عليك تحقيق. أيا ويخبروك مرابط، أيا سي مرابط اللي كتبت المقال، عندك اصلا عندك هل نجبدهم لك ولا لا؟ ولكن نجبدك غير انت، انت افاك فايت كذاب، انت افاك. وين راها الملايير ولا هذه اللي دايها انا من البنكه؟ قالت لك عليها الدوله، علاه انت الدوله خافيها باش تحل تحقيق على السعداوي؟ مخلياك انت وراهم، وراهم الاراضي. يا قلت ليكم الاراضي، قال واحد من عامة قال باللي داي اراضي ومعوضاته الدوله، رفعت عليه دعوه قضائيه، ما قدش يجيب الدليل، راه هذه محكمه النعامه، مازال ساريه مفعول لخاطر درت انا طعن، ما عجبنيش الحكم وطعنت لان متعلق باكاذيب وشرف الناس. شكرا للصحفيين الاحرار اللي ما يديروش حاجة باش ما يتظلموش ولاد الناس. ثم أن الحصانة ما هوش معناه باللي كيقلعوا عليا الحصانة أنا خاين، بالك بغي يسولوني. العدالة حرة، إنسان عادي يجي دعوة سلعة من المحكمة ولا من عند الأمن الشرطة، شاهد يقول رايه، ما هوش لازم يكون هو مجرم. بالنسبة للنايب يحايدوا الحصانة باش يقدروا يسمعوك، كان حتى الشاهد ماهوش لازم تكون متهم. ثم ديتوا في عقلكم الحصانه قادرين ينحوا على السعداوي الحصانه ونمشي للعداله ومن بعد وراء المشكله، وندافع كشاهد ولا كمتهم وندافع. بصح كمتهم جيبوا لي شكون اللي يشتي فيا، روح اشتي فيا، حط دعوه قضائيه، قول انا فلان راني تاهمه راه داي الملايير. ثم ان هذه لك الدوخ الشعب بها، انت عدي دراهم البنكة، انا والله ما ديت، ولكن غير نقول المستثمرين اللي داو دراهم ويخلصوا حق الدوله، خي الدوله هي اللي كانت تقول استثمار نجيبو من عندكم ونعطيكم فيها، حتى الشباب الداي شباب بطال دا كيدير ينتج الاستثمار، الاستثمار البنكه تمد شوي والشعب يجيب شوي، اذا ماهوش حرام. اذا كنت بدير مشروع بالحلال ما ودي حتى في دراهم البنكة، غير انا ما نديش دراهم البنكة لان في الشرع الاسلامي بالنسبة لي ربا وحرام. وروحوا شوفوا مداخلتي في البرلمان، انا وقفت ضد الواحد بالمية، قلت ربا وحرام وفو ضد القانون، والله ما نسعى دراهم البنكة. بصح الا اعطاني ربي ودرت دراهم ولمت ودرت شريك مع واحد، مش حرام الشركة؟ كاش واحد تسول تقول له ملي شفت الدراهم؟ يا اخي انا 18 عام وانا مدير، انت على سيرونس 18 عام و12 عام برلماني، كاع ما نقدر ندير حتى دور، وانا ما نقدر ندير لا معزه ولا بقره. اي قال عنده ستاسيون، كاش حاجه حرام؟ رزقكم رزق باكم خوان اللي تامه، روحوا للبنكات، ياك البنكات تعطي امره الدوله، وزير العدل يعطي البنكات يعطي امر، القضاء في اي بلاصه جيبوا لي السيد هذا واش داي على الدوله، ما عندهاش الدوله والله ما يسعى حاجه على الدوله.
يبيعوا الزطلاقه الجدرميه. انا الدوله مش عارفه كتخليكم نتوما تكتبوا فيا باش نقعد انا حياتي نجاوب. وكاع الناس زعزعتهم الصحفيين قالوا السعداوي، لانني كما قال الله يرحمك يا سليمان شني رئيس البرلمان قال لك يا سليمان كي تكون شخصيه عموميه لازم تنازل على نوع من عرضك، يطعنوك في شرفك في عرضك، لانك ماكش مجهول انت، انت شخصيه ظلت تهضر في التلفزيونات باغي توصلوا لهم بلي انا خاين كذاب. والله ما تزرع، راحوا حلوا حطوا فيا دعوه، باغي تحرشوا عليا العداله. العداله ما هيش اهواكم تحرشوها كي تبغوا، العداله عندها رجاله وتحل تحقيق على وين يبان السعداوي. السعداوي يقدر العداله، ناس كبار دخلتهم ودرت عليهم تحقيق، كاع متهمين، كاع عندهم تهمه الفلانيه، ولا واحد عنده قضيه كيما حداد قال لي جيبوا سلال، هو عطاني ذي، روحوا جيبوا واحد يجيب السعداوي. وقاعدين تسوقوا للناس باللي انا عندي شي مشاريع مع لوح، علاش راكم تظلموه؟ هذا عادي كيما عرفت سلال، كيما هذا عرفته، بصح هو راه داخل هذا حاجه. نعرف كاع الوزراء نعرفهم، تسمى انا كنت مع سلال، شريك مع سلال، شريك مع يحيى، شريك مع لوح. خافوا ربكم، تسمى راه بالكم مثلا كي تذكروا لوح العداله تكره لوح، قال جيبوا السعداوي. انا مانيش من انصاره، انا عايش معايا بيريود، انا ما نسولهاش واش عاش مع مرته واش دار واش شرب واش كلا، انا برلماني، انا نجيب له ملفات وندافع عليه كما كانت عندي علاقه كل حتى المعارضه كان عندهم معاه علاقه. مثلا زعما كي دير سميه وزير، الناس تقول يا خويا ثم راكو ديروا الشو، ثم راكو تجيبوا الحقيقه نتاع ربي وتدعوا العداله انها تظلم بشر، الظلم ظلمات. في ميزكم وزير العدل يقدر يظلمني انا باش يدير لكم خاطركم نتوما بحقائق وادله، اذا انا داير كانوا يعرفوها والله ما يسمحوا لي، ونجيب شاه تاع سيدي خليفه. أخافوا ربكم، قعدوا تلاهوني في روحي. تسمى هذه اليوم كي مشيت انا باش نرفع دعوه على ذوك اللي قالوا بلي انا عندي مطاحن، ثم واحد من صحابهم درتوا لي القضيه باش تلاهوني، خطره مطاحن، خطره ذاك اللي راها تعدى على 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 غول حفناوي ثاني بغى يتهمه، الرجوله ولا تتهم، ويديك للعداله واه رجولته ما تسمحلاش انك تبخر بيه. راكو عارفين فيسبوك يتفرجها مليون، مليون يتهموك، وهو غير واحد شخص قالها. نورمال مو باش تحديتو على وزير العدل والعداله باللي راها رفعت عليا الحصانه وهي ما كانش منها، يا كان هو المعني، والله ما على بالي، اني اقسم بالله. نورمال مو العداله ترفع عليكم دعوه قضائيه بالتشهير بالعداله وانكم تحلوا محلها. صافي دير باللي العداله راكم عارفين كي راه دير تخدم، سما كلشي راه مكشوف عند العداله تخبركم، سما ما كان سرية تحقيق لا والو. انتم تتهمون العداله، ما كنتش تتهموا السجن السعداوي، انتم تطاولتوا على العداله وتطاولتم على وزير العدل، ولا كنت بوسوه باش يمشي يحل لونكات على الجزائريين كاع. خافوا ربكم، هذا راه بنادم والعداله فيها بني ادم، اللي داير يخلص. ما ديها لك السعداوي، وين بان السعداوي يسكن في صحراء، وين باباه ذا؟ أنا نعاود 18 عام وأنا نخدم مدير، أنا ما كنتش إنسان بطال، كاع ما نقدر نلم الحاجة، و 12 عام وأنا في البرلمان. ها يا سيدي كاع قلت لكم واش ناكل واش نشرب، واش راكم باغيين أي مشروع نديره حلالي، راكم تفهموا؟ زيدوا كتبوا، خلونا نهضروا على الجزائر ونمشيو الانتخابات. انا راه قلت لهوني في روحي، انتوما تخدموا في بلاصه العداله، ايوا القضاة واش راهم يديروا، الجدرميه واش راهم يديروا، البوليسيه واش راهم يديروا، والجيش واش راه يدير، الى تبيع الكيف تزط الله يجيبوك، داير رزق الدوله وما خلصش لي زامبو يجيبوك، عندك امور مشبوهه يجيبوك. كاع السعداوي هنا ما همش عارفين السلطات، سمعت اي حاجه ما يعرفوش على السعداوي، يتسناوكم انتوما تبيعوا السعداوي. الله يلعن ابليس، افاك انت اللي نشرت المعلومه، افاك. وهذا الموقع نورمال مود العداله تدافع على روحها، راه يشهر بيكم ويقول حوايج في بلاصتكم. خيانه المعني،
قابل رفع الحصانة إذا شفت العدالة بلي ضرورة، هي تسمعني هي تتهمني هي تطلبني في أمر، هذا عادي، هذا إجراء عادي. غير الناس حاسبين باللي رفع الحصانة معناته خاين، ما كانش منها علاه وزراء اسمعهم القاضي التحقيق أو المحكمة العليا، وفيهم اللي أخلى سبيله وفيهم اللي قال لها غير تسجل، معناها نقص الأدلة. خلونا يا وديك، هي كاينه محكمة تاع ربي وتاع الله، ولكن راهي بالكم اللي مازال العداله ماهوش مانع انك مستثمري كاع الاغلبيه دايين الدراهم من عند الدوله، ولو انا ما دايش صح. احنا ما عندناش مشاريع تاع 70 مليار 80 مليار 15 مليار 20 مليار، ما عندناش احنا هذه. بصح انتم ما تجيش في بلاصه ربي في بلاصه الرزق. انا مانيش انسان عادي، انا كنت في طبقه فقيره، اترقعت في الخدمه وترقعت في البرلمان، وقلت لكم نعرف نستثمر 10 ملايين نقدر ندير اغلم، ولا من 10 تجيب 50 تجيب 100 تجيب 200. درك باغي كاع نفزر نقول لكم كل شيء انا في الزنقه هنا. بصح علاش راكم طايحين على السعداوي؟ فيكم وحود اللي غمنا من النعامه، وراكم باغي توصلوا، باغي تجيبوا لي العداله. ايوا سمعوا لي يوم القيامه، انا والله ماني خايب، يتحل المحاضر ولا ما يتحلوش الى ربي طول عمري نخليها لدريتي، والله ما نخلي لهم حاجه شينه، والله ما نخلي لهم تاريخ اسود نتاع رشوه ولا مثلا هذا الربا امور، والله ما تلقاوها في ولادي. ها يا بالله العلي العظيم يا اخي، انتم تحاسبوني اذا ديت رزق الدوله وكليته، تحاسبون اذا خبط رزق ديك سموه، تحاسبون اذا نبيع الزطله، تحاسبون اذا نبيع الكيف، تحاسبون اذا ندير رشوه، اذا نضخم شي فاتورات، هذو اللي تحاسبوني عليهم. ما تحاسبونيش على الرزق نتاع ربي اللي بغى يعطيه من 10 دورو يولي في 100 مليون يولي في 200 يولي في مليار، هذه بينكم بين ربكم، لان يسموه روحه الرزاق، هو اللي يرزق البشر يعطيه الملاير بالحلال. كانوا ناس في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بفلوسهم، ما هوش معناها باللي ربي غير تاع المساكين وحدهم، مساكين ورد حلالي اذا اطاع ربه، ونرزقكم من حيث لا تحتسبون. علاش راكم تعبيننا؟ خلونا نشوفوا الجزائر علاش راكم تعبيننا. واشكر الصحفيين ولاة الحلال اللي ما داروش كلمه حتى عيطولي، ما برحوا ما كتبوا عليا حتى عيطوا لي قالوا لي ودي واش راك راه يقول، قلت لهم والله ما راني عارف، انا راني هنا بعين صبرا العدل، انا ما عيطت لي ما قالوا لي رانا حالين عليك تحقيق، علاش ربي يعلم. اما ذا اللي قال باللي عندي وذاك تاع المطاحين اللي قلت لك كذاب، شريك معاه لوح ولا واي وزير كذاب، زيد روح حق ونقولها العداله باش تحقق فيها، روحي قاعد راه عندكم هادو غير تحت لتحت كاع بلا ما يجيبوا السعداوي يحرق تاع، والله ما يلقاو حبه، والله ما يلقاو دوره في البنكة، يلقاو رزقي عبر السنوات، عبر 30 سنة 18 سنة مدير و 12 عام 30 عام ماشي ولد البارح أنا. وماهوش عيب أنني ندخل شريك مع واحد قال أعطيني طونط وأنا نديروا هذه القضية في المشروع، ماهوش عيب. بصح أنا ما نسيرش، بصح ماشي غير السعداوي اللي باغي يديروا عليه العدالة، واش راكم باغيين؟ سكتوني على واش؟ باغي تبهدلوني مع من؟ يا ربي داير العداله تحل اليوم ولا غدوه، زين ويسمعوا السعداوي اليوم ولا غدوه، وانتم وين راه اللي بيكم؟ باغي تخلقوا في الجزائر باللي هذا السعداوي راه كان خادع كاع الجزائريين باللي نقي. انا مانيش حتى اي واحد تعرفوه، ويقمر ويبان، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اللي راهم معايا الله غالب، انتم بشر ما تقدروش تعرفوا واش الداخل وما تعلموش الغيب، انتم قولوا الله يعلم ولكن ربي يعلم السرائر. سمعت؟ وينصرنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، واللي دايره ربي يكون بغات المحكمه ولا قلت المحكمه، ولكن راني نقول لكم عيب عليكم افاكين. كاين اللي راه يتلدد بها، السعداوي السعداوي بغاو يديروا له راه يتلدد بها، ما يوصلكمش ليها ان شاء الله ربي، حتى إذا وصلت لها نخرج بالشعيرة من العجين وبنصر من الله. سمعت؟ ونقاوى عندها ثمن،
ولو تدافع عن الفقراء عنده ثمن، وتدافع عن الجزائر عنده ثمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.